فيه شبشنهم على الوش كفيه بتانهم منعدل الموازين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله من أبو الشين فرق بينا مكتوبة بأسمينا دي انفرق بينا مكتوبة بأسمينا داين تدان يا ابن آدم والكل رد أوان حتما حتنول جزاءك بكير الحين سيان داين تدان يا ابن آدم والكل رد كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين يا نفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا يا نفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب بحبايبنا بقعدينا آخر مطفنا تراب والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب آخر مطف نطرة ولا جايبة همها كلتنا ماشيين نختم كلامنا بالصلاة عالزين نختم كلامنا بالصلاة عالزين اسمه ايه؟ طيب طيب
لا انت ما تعملش اي حاجه خالص، اقفل دلوقتي وكلمني بعد 5 دقايق هيكون الموضوع انتهى. مع السلامه. الو. ايوه يا باشا. ايوه مين؟ فين بالظبط؟ طيب انا هتصرف. الو. تمام يا فندم. حاضر يا فندم. موجود يا فندم. حاضر يا فندم. تليفون سعادتك. انا؟ ايوه. الو. مين؟ ايوه يا فندم. حاضر حاضر. اللي تؤمر بيه سيادتك. لا لا يا فندم، اعتبر الموضوع منتهي. مع الف سلامة. خلاص يا حضرة الظابط، احنا متنازلين عن المحضر. هي نمشي يا حضرة الظابط؟ اتفضل يا حاج. يلا يا زهر. يلا يا احمد. وصاحبي. وصاحبك يا سيدي. يلا 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 قدامي. خدتك بعافية يا حبيبتي. يلا 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 يا هاني، كنت هتودينا في داهية. يعني انت بقالك هنا 20 سنة بسبب الطار؟ ايوه، وبخالف قانون السجن قد ما اقدر عشان ما اخرجش منه ابدا. ايه؟ خايف يقتلوك؟ ايوه خايف. وسع يلا انت وهو! ايه طالع رجالك يالا؟ هو غور من قدامي؟ لا حسن، لو خبطت خبط هيجري عليك الفتحة. انت مش عارف انت بتكلم مين؟ بتكلم مين؟ الحكم دار اياك. بطل غلبة يا شريحة. اقول لك ايه؟ يظهر انا حقتلني قتل تاني. ما عاد يعدك منك له. ايه؟ معلم حسن انا معاك على سلة ورمح. مين؟ صلاح؟ ايوه صلاح. ايه؟ مش عارفني؟ ده اليوم المجندل ده. ايه شادي يا بنتي؟ مالك قاعده زي الست العجوزه حاطه يدك على خدك؟ عاوزاني بس اعمل ايه يما؟ تعملي ايه؟ المتكالك على الله يا حبيبتي. بعدين يا شادي يا حبيبتي، انت لسه صغيره، قدامك المستقبل طويل. ما تشغليش بالك بيا يما. يعني ايه ما اشغلش بالي بيكي؟ انا ليا في الدنيا دي غيرك انت واخواتك. بقول لك ايه يا شهده فندي، ايه رايك عاد نطلع انا وانت لوحدينا؟ نطلع نروحوا فين؟ نروحوا فين يا ازهر فندي؟ نروحوا فين يا ازهر فندي؟ نروحوا فين يا ازهر فندي؟ عارفه يا حاجه، ليله امبارح الواد سيف اخويا الله يرحمه ويحسن اليه ما سابنيش في المنام. ربنا يرحمه برحمته. قاطع في افراقه قوي يا حجه. كويس انك فتحت الموضوع ده انشراح، كنت عاوزه اكلمك فيه. خير يا حجه؟ عاوزه قلبك يصفى من ناحيه ازهار. ازهار ملهاش دعوه باللي حصل. انا عرفت يا حجه. عرفت منين؟ صلاح قال لي وانا بزوره في السجن، قال لي انه خد ود مع حسان في الكلام وعرف اصل الحكايه، وقال لي ان ازهار بريء من دم سيف. يا حسنين، سبت ازهار ما جاتش معاك ليه؟ مش فاضي يا باشا. هتسافر امتى؟ منين ما تقول سعادتك. تسافر يوم الثلاث، وبقيت المعلومات هتوصلك بالتليفون. خلي بالك البوليس مفتح عينيه قوي. لا ما تقلقش يا باشا. على فكره يا باشا. نعم يا حسنين. احنا متشكرين على اللي عملته يوم القسم. انت مرجلتنا يا حسنين ومش ممكن نسيبك. هو مين اللي اتكلم في التليفون؟ حسنين، في مسائل لما تحصل من ناحيتي حسك عينك تسال عنها. مفهوم؟ مفهوم يا باشا. اتفضل. بص يا حبيبتي،
حبيبة قلبي انت، دي هتاكل من رقبتك حتة. ها ايه رأيك فيها عاد؟ لا يا ام بلاش دي. ها ايه رأيك في دي؟ ها هتوصل لوسطك. لا يا ام كله لا لا لا. طب ايه رأيك في طمي ده؟ حيليق عليك خالص. انت مالك انت؟ ايه اللي دخلك؟ ما يقصدش يا فواز. تسمحي لي ان انا اللي اختارك؟ اتفضل. انا رأيي ده يجنن عليك. حلو قوي. فعلا لو سألتوني كنت هختار لكم نفس الطعم. تاني؟ اها يعني انا عادل لزوجة الاصعيد دي؟ بالعكس ده انت ذوقك احلى ذوق في الدنيا. ما بقول لك ايه يا فواز، ما باكلش بالكلام ده عاد. لا انت ولا بنتي عجبكم ذوقي. اصل الذوق ده ذوق يعني اللي انا اخترته ذوق عيالي شبابي، انما ذوقك انت يا سلام. شايفه الشياكه؟ شايفه الانوثه؟ بقول لك ايه، لا ده ولا ده، انا هشتريه في دولهم ومفيش غيرهم. سمعان ولا لا؟ اي خدمة تانية؟ كتر خيرك يا فواز، ما تتفضل تشرب شاي. لا معلش مرة تانية. طيب مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. تفضل. اقول لك ايه يا بنتي؟ مو عاملين الشاي. مين اللي اداكم الاذن تطلع مع الراجل الغريب ده؟ امي خدت الاذن من حاج حسنين. برضه كان لازم تقولوا لي الاول. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ جرايه يا ام، انت مش ملاحظه ان الراجل ده عم بيتسلسل في حياتنا واحده واحده؟ يعني ايه يتسلسل في حياتنا واحده واحده؟ ايه اللي حصل لك ده؟ حسنين ما كانش فاضي، فواز فاضي، قال له خد ازهار وشاب وروحوا الصاغه. رحنا الصاغه وشينا، عملنا ايه لك ده؟ وانا واحمد كنا فين؟ كنتوا برا. يعني ايه كنا برا؟ مفيش موبايلات يا كنت كلموني على الموبايل. ايه اللي بتعمل في اختك ده؟ جننت ولا ايه؟ بعدين فواز يعرف مصر احسن مني ومنك، وحسنين مآمنوا على ملايين، مش هيآمنوا على مرته وعلى بنتها؟ الحاج حسنين يآمنوا على ملايين، وهو هو حر، انما انا ما اقدرش يآمنوا على اختي وعلى امي، انا ما اعرفوش. تعرفوش يعني ايه؟ دلوقتي ما تعرفوش، ده الدراع اليمين بتاع حسنين، كل شغله معاه. بعدين احنا عملنا ايه؟ اشتروا ناس تغوايش لاختك وجينا. ايه اللي احنا عملناه؟ ايه المرار الطافح بتاعك ده؟ كنا صغيرين هتحسدوا ان اول وشكين ولا ايه؟ ايه ده؟ روح اعمل لي الشاي يا بنت. حاضر يا عم. انا واخوي على والد عمي، وانا والد عمي على الغريب. ايوه كده، خليكوا يد واحده، السجن مليان وحوش وايامه طويله طويله ومره. واه يا خوفي من الايام الطويله المره دي. وانت لسه شفت حاجة يا ولدي؟ انا مش عارف انت كيف استحملت ايام السجن دي يا عم صابر. على رأيك انا كمان هتخنق. بقول لك ايه، ما تعرفش تشوف لنا صرفك ده يا عم صابر؟ التصاريف موجودة، بس التصاريف محتاجة مصاريف. اعتبر الفلوس موجودة. لا انت ناوي تراخر ولا ايه؟ مش عارف، محتار، الدنيا اتكركبت على راسي من ساعة ما اتحبست. لا طايل سماء ولا طايل أرض. ما تاخديني معاك يا أمه. بقول لك ايه، أنا قلت لك إني مسافرة مع الحج. عشان خاطري يا أمه. أوه عاد، بلاش تزني في الموضوع ده بالذات، واعملي حسابك، الأسبوع اللي جاي ده كله عندي شغل. ربنا يعيننا عليه بقى عاد. يلا يا فواز. شريك الباشا قاعد مستني. طيب يلا يا زهر. يلا على فين؟ ما انت سامع هنروح نقابل شريك الباشا. وانا مالي، تقابله ولا ما تقابلوش، دخل ايه يا عاد؟ تاني، ما انا قلت لك وجودك مهم، وبعدين ممكن تكوني مكاني، وهم عارفين انك معانا. يلا 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 يلا. قلت لك مش نازله يعني مش نازله. Thank you.
صباح الخير يا باشا. صباح النور. اهلا اهلا يا حاج حسنين. اهلا بيك يا باشا. وسهلا. اهلا 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 وسهلا. اتفضلوا. انت يا ازهار مش كده؟ اهدى، وانا بقيت مشهوره ولا ايه؟ اشهر من نار على العالم. نورت شرم الشيخ. الله يحفظك. فواز دراع اليمين. عارفه طبعا. وصلتوا امتى؟ لسه انا واصلين. الحمد لله بالسلامه. الله يسلمك. دي الخطه اللي هتنفذوها. اهديه، ما تفرحينا معاك يا ارزاق. تقول انت يا صفاء ولا اقول انا؟ لا امانه تقول انت. واه ما تتكلموا، انتوا هتتعزموا على بعض. خبر يا بالحج، لو عرفته هتدفع فيه مليون جنيه. خبر يا عاد اللي بمليون جنيه ده؟ ايه؟ كنش خبر عن بير بترول ولا ايه؟ انت بالذات هتدفع فيه 2 مليون جنيه. واه واه واه، بس يبقى انا عرفته. وانا كمان عرفته يا حبيبتي. يا بنتي مرتك حبلت. وقف وقف، حاسب يا ولدي، حاسب تروح فين؟ هتفضل تفكر وتلف حوالين نفسك كده كتير؟ والله حصل ده مش يخلي الواحد يلف وبس، يخلي عقله كمان يلف. عشان ايه ده كله؟ في ايه؟ طبعا انت مش حاسه بالمصيبه اللي وجعت فوق راسي. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ لا مش مصيبه واحده، مصيبتين. انت واحده وهي التانيه. يعني كان لازم انت تزفتي وتحبلي دلوقتي يعني؟ ما انا قلت لك اروح اسقط روح، انت اللي مرضتش. معلش، ساعات مخي بيقفل كده. بقول لك ايه يا شوشو؟ ايه شوشو دي؟ ان شاء الله. ايه يا بنت مدلعك؟ طيب فيها حاجه يعني مدلعك؟ دلع يا اخويا براحتك. طب بقول لك ايه، انت لسه راكبه دماغك في موضوع العيل ده؟ راكبه دماغي؟ راكبه دماغي يعني ايه يا راجل؟ قصدي يعني هتحتاجيه. ها ايه؟ هحتاجه؟ هو شرب ده عيل؟ ما المصيبه اني عارف انه عيل. ما هو لو شرب زي ما بتقولي كنت رميته من الشباك ولا بعته. بس الوجع السودا انه عيل. لا بقول لك ايه، ما عادش ينفع انا اسقط نفسي خلاص، وانت ما ترضليش الاذيه. لا طبعا ما ارضلكيش. مش يمكن انا اللي اجيب لك العمده الصغير وهي ما تجيبش حاجه؟ ما تجيبش حاجه يعني حبله فولي؟ اجيبه، عايز ابعت الارزاق. وعايز ارزاق في ايه دلوقتي؟ هتطمن منها على عيالي. تطمني منها على عيالك ولا على حاجه تانيه؟ حاجه تانيه كيف يعني؟ يعني حد يكون عايز يتجوز تشوفيه لقي العروسه ولا لا؟ اه قصدك يعني رشاد يعني؟ ها ايوه رشاد يا حمدي. هو مش برضك بيدور على عروسه؟ ما انا اللي جايلها لك في الاصل يا ابوي، انا اللي جايلها لك اساسا. وبعدين هو حر يتجوز ما يتجوز، هو حر براحته. ليه؟ روح يا اختي اطمني على عيالك.
يا صلاح انا مش عايزاك تفكر دلوقتي الا في صحتك وبس، خلي بالك من نفسك تتحرق الدنيا باللي فيها. طمنيني على امي. زي الفل، حطاها في عينيك. اوعي تزعليها انشراح. قلت لك زي الفل وحطها في عينيها يا صلاح. حاجه تجنن، ابوي ما يزورنيش مره من يوم ما سافر مصر. هاي اللي ما تتسمى لبخان مش مخلاها يبص وراه. يقوم ينساني ونصمي عشان عيون أزهار وولادها. لا، هو الحقيقة بيتكلم في التلفون. تلفون لا يشكر. معليش يا صلاح، يمكن مشغول ولا حاجة. عموما ما تشغلش بالك، أزهار تاخد الأرض، تاخد البيت، تاخد الفلوس هي وعيالها. خلي بالك انت من صحتك وبس. تقدري تتصرفي لي في فلوس قد ايه؟ زي ما انت عايز، لكن انت هتعوز الفلوس في ايه دلوقتي؟ يا صار ما تركبيش راسك امال وخليها تفوت على خير، دي فلوس ناس. ان شاء الله فلوس لعفاريت الزنك. مش مسافرة يعني؟ مش مسافرة. افهم من كده انها مش هتسافر معاك؟ ما هي تعبانة يا باشا. عندها ايه؟ تعبانة مش عيانة. ما انا هسافر انا والحاج يا باشا ونخلص المأمورية. لا يا فواز، اما غادي البضاعة الضعف، عدم وجود الست أزهار حسسني ديسك. ديسك؟ يعني ايه؟ يعني خطر يا حاج خطر. وغير انه وشها حلو عليك وعلينا، لكن الست أزهار عندها ذكاء فطري بيخليها تقدر تتصرف قدام اي موقف يقابلها. يعني احنا مش هنعرف نعمل اللي بتعمله؟ ما احنا طول عمرنا بنشتغل من غيرها يا باشا. بيتهيألك انك تقدر، واي حد بيتهيأله انه يقدر، لكن هو ده يا جماعة السهل الممتنع. زمان كان شغلكم في الحشيش، لكن الهيروين مسألة تانية. بصراحة بقى عدم وجود أزهار هيحسسني بعدم الأمان. يعني إيه يا باشا؟ يعني هنلغي العملية؟ لا طبعًا، الإلغاء مش وارد. المصدر والبضاعة وصلوا، أي إلغاء معناه إنعدام الثقة. طب والعمل يا باشا؟ حاولوا تقنعوها. إذا كانت لسه على حالك. خلاص يا حسنين، لو سمحت اتصل بيها وقول لها انك عازمني عندكوا على العشاء الليله. بس كده؟ تشرف يا باشا. ايوه حسنين. لا مفيش حاجه النهارده. اهلا وسهلا. ده واجب. بعدين هو اللي طالب. لا ما تشيلش هم. حاضر عينيا التنين. يلا مع السلامه. شربات؟ ايوه يا ست الكل. قولين ها عاملة ايه وقت النهاردة؟ كل خير، ربنا يزيد ويبارك. بقول لك ايه، زودي عشان جايين لنا ضيوف النهاردة، الوكل كتير يا ست الكل. طيب يا حبيبتي ربنا يعينك. قولي لي عاملة ايه صفاء؟ صفاء؟ بسم الله الله اكبر، ربك لما يريد يا شربات. بسم الله الله اكبر عليها، يمكن هتجيب تنين في بطنها. اصل صفاء دي بنت حلال، اخويا كمان والد حلال، وربنا ينتحى بالسلامة. قادر يا كريم؟ عاوزة حاجة يا ست الكل؟ على فين العزم ان شاء الله دول ثلاثة؟ العمال بيعملوا التشطيبات الأخيرة في المكتب، هنروح نبص عليهم. طيب روحوا، بس طمنوني عليكم بالتليفون. أنور. نعم يا ماما. مش عاوز حاجة؟ تعيش يا ماما بعد إذنك. ليه حد يزعل عشان اجلتوا خطوبته؟ وانتوا كمان عندكوا حب. صلاح دخل السجن والله يرحمه سيف. يا ريت الموضوع على قد كده. هو الموضوع ايه يا ست الكل؟ لا ولد انور في حاجات تانية شغلاه. زي ايه؟ زي قعدتنا ده والمرار الطافح اللي احنا فيه. ولد انور ده يفكرني بابوه الله يرحمه. يا باشا اتفضل اتفضل، نورت القاهرة الجديدة. يا باشا اتفضل. يا اهلا اتفضل يا باشا. يا اهلا، انا مش مصدق عيني الباشا بيزورني. اتفضل يا باشا. يا اهلا وسهلا.
تفضل. شكرا. تفضلي حضرتك. تفضل. يا ست أزهار مش هتاكل معانا ولا ايه؟ ها أزهارك دي طول ما عندها ضيوف تخدمهم وبس، عادة عندها. تبقى مبسوطة جدا لما الضيوف بتوعها يبقوا مبسوطين، بس المفروض يعني انها تاكل معانا. ألف هنا وشفا، ما انت لو جبت المدام معك كان زمان باكل معاكم. انا كده فهمت. المره الجايه بقى هجيبها معايا علشان تعلميها بتعمل ازاي الاكل الحلو ده. هي مرتك بتطبخ؟ في الحقيقه لا، انت هتقولي لها بتعملي الاكل ازاي وهي هتقول الطباخين. الاكل حلو قوي يا جماعه. صحه وعافيه. الواحد من حلاوه الاكل بيفكر ليه يتعشى هنا كل يوم. الف هنا وشفا. طيب سعادتك اعملها واحنا كل يوم نذبح ذبيحة. ايه فواز ما بتاكلش ليه؟ لا ما انا باكل اهو. يمكن واكلك مش عاجبه. ازاي بس؟ ازاي تقول الكلام ده يا حاج؟ ده اكل ست ازهار يعجب الباشا، ولا ايه يا باشا؟ طبعا طبعا. جرايح انتوا هتخلوها تتمرق علينا ولا ايه؟ من حقها حسنين الحمد لله. ايه ده؟ انت ما اكلتش حاجه؟ ده انا عمري ما اكلت كده ابدا. بالعنا والشفا. مطرح ما يسري يمري. اتفضلوا اتفضلوا نقعد في الصالون. يا ست ازهار، المواعيد في شغلتنا دي مقدسه، يعني مش ممكن ناجل اي ميعاد. دي ترتيبات وفلوس. في ناس مستنيه وصول الشغل، وناس مستنيه الشغل نفسه علشان تبني عليه، تجار وموزعين وسوق، منظومه متكامله. اي خلل فيها بيؤدي الى الخطا، واي خطا مهما كان صغير انت عارفه نتيجته هتكون ايه. في الحقيقه يا شربي انا ما فهمش الكلام اللي انت بتقوله، لكن فهمت معناه. معناه انها حلقه مقفوله، ولو اتفتحت حته منيها هتخش علينا نار جهنم. تشبيه في غايه الجمال والروعه، علشان كده انا جيت لك بنفسي. يا ست أزهار، الموضوع ده لا يمكن يتأجل، وفي نفس الوقت لا يمكن يتم من غيرك. بقول لك يا باشا، جايتك عندينا تمنى غالي قوي وعلى راس من فوق، والنهارده عندي بكره عندك. ياجي اليوم اللي اجي عندك واطلب منك اي طلب تنفذه لي، وانا حكون تحت امرك. توعدني بكده؟ اوعدك بايه؟ بان لما يجي اليوم اللي اطلب منك الطلب اللي انا عاوزاه تنفذه لي بدون اي تفكير وبدون اي تردد. وانا مصدقك. وانا هقول لكم تصبحوا على خير. ما هو لسه بدري يا باشا. يا دوبك عشان تلحقوا تجهزوا نفسكم. خدي معاك يا باشا. اتفضل. انست وشرفت. السلام عليكم. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع ألف سلامة. السلامة يا باشا. فلوس؟ هو صلاح عايز فلوس وهو في السجن يعمل بيها ايه؟ علمي علمك يا حاج. وانت ما سألتهوش وعاوزها ليه؟ سألته قال لي مش شغلك. طب انت معاك فلوس؟ لا طبعا ما معيش. هيكون معايا منين وانا فاتحة بنك؟ بقول لك ايه يا حاجه، ما تكلمي الحاج. اكلم؟ ما كلموش ليه؟ بس انا خايفه لحسن يقلق برضه، هو حيسال روحه. هو صلاح عايز المبلغ الكبير اللي انت قلت عليه ده يعمل بيه ايه في السجن؟ قلت لك يا حاجه علم علمك. طب بقول لك ايه، طب ما تكلمي ازهار، ما هي اللي بتحل وتربط وليها دلال عليه. والله فكره انشراح. وماله نجرب. الحمد لله يا راشد، انا مش مصدقه روحي. الدنيا كانت سودة في عيني، ما كنتش مصدقه انك ليا ولا انا ليا. انما دي الواقعات. دي الواقعات ايه؟ عاوزه تخنقيني مش كده؟ اخنقك؟
اخبارك يا راشد؟ من ساعه ما عرفت اني حبله وانت مش مبسوط ومش طايق روحك، في ايه؟ جرالك ايه يا وليه؟ دي 10 مرة تقولي لي فيها انك مش مبسوط، علي الطلاق بالثلاثة منك مبسوط، مبسوط، مبسوط لدرجة اني هفرجع. هتفرجع؟ ايوه، هفرجع من الانبساط. طب خبي علي حاجة يا راشد ولا ايه؟ ايوه مخبي، في حاجة؟ مخبي ايه يا راشد؟ مخبي اني تعبان، زهقان، هطق. تعبان؟ سلامتك يا حبيبي، مالك؟ عندك ايه؟ وكمان بتقولي لي عندك ايه؟ هطق، هموت، اعتقيني شويه لوجه الله. يا رب يا رب، اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف. هقول لك حاجه يا راجل. يا رب اصبر يا راجل. هقول لك يا راجل، استنى. يعني راشد لا راح طلع على الارض ولا جه النهارده الشونه يا رشاد؟ تلاقيه لسه نايم يا بوي. أخوك ماله يا رشاد؟ حاله مقلوب ليه اليومين دول عاد؟ ليه حق يا بوي؟ الفرحة مبرجلاه. لا، مش الفرحة يا ولدي، أخوك بيه حاجة تانية. حاجة ايه بس يا بوي؟ أنت بس اللي قلقان عليه حبتين. ما عارفش، يا ريتك تعرف وتقول لي. أنت هتوغوشني ليه يا بوي؟ أنا اللي متوغش يا ولدي. يا ريتك تاخد وتدي في الكلام مع اخوك وتعرف ان كان مخبي علينا حاجه ولا لا. اه ايه؟ مالك يا ولد؟ مالك يا رشاد؟ مالك يا ولدي؟ انا داخل المحل ده. تشتري ايه عاد؟ حريم وجاي. طب روحي روحي، يلا بينا احنا نشرب قهوة ونشوف هنعمل ايه. يلا اتفضل يا حاج. يعني ما لقيتهاش، لا هي ولا هدومها ولا البضاعة. ازاي ده حصل؟ زي ما بقول لك اكدب. طيب ما كلمتهاش على الموبايل؟ عملت الديه لقيته مقفول. مقفول؟ طيب اطلبها انا. مقفول برضو؟ الله، تكون راحت فين يعني؟ يمكن تكون راحت مصر. هتروح مصر كيف من غير ما تقولنا؟ وعلى فرض قفل الموبايل ليه؟ انا هتجنن. يكونش اتقبض عليها؟ قبض عليها؟ لا 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 لا. طب وانت ايش ادراك؟ يعني معقول هيقبضوا عليها ويسيبونا احنا؟ عندك حق، الواحد ما بقاش قادر يفكر. طب هكون راحت فين؟
ايوه يا زهر، انت فين؟ فين؟ في مصر؟ ورحت مصر تعملي ايه؟ الحمد لله ان احنا اطمنا عليها. طيب طيب احنا جايين. سلام. الست هانم في مصر واحنا هنا لا طايلين حامي ولا بارد. خلاص يا حاج، احنا ان شاء الله نفطر وننزل على مصر. ماشي. في سلام عليك يا ام، خلي بالك من نفسك، ما عدلناش في الدنيا غير من بعد وفاة المرحوم، ما بقاليش نفسي لأي حاجة. ومين سمعك يا الله، لكن هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. لا خدي بالك من نفسك يا انشراح، انا هبقى كويسة لو بقيت انت كويسة. وصلاح اخبره ايه؟ كويس يا أم، الحمد لله، ربنا يرجعه لي بالسلامة. مش عارفة المصايب حطت علينا دفعة واحدة. استغفر الله العظيم يا رب. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. أنا من جهة طايف يا جابر. خير يا عم؟ في ايه؟ أبوي زعلك في حاجة ولا؟ اسمع يا حمدية. نعم. يا حاجة؟ ولد رشاد دخل المستشفى يعمل عملية الزايدة. ألف سلامة عليه يا حاج، ربنا يقومه بالسلامة. لو ولد يجم العملية وانتوا مش متصفيين هجوزه تاني يوم أحسن بنت في البلد، وحتبقى قطيعة بيني وبينكم. طب اقعد بس يا حاج حمدي، اقعد يا كبير وهدي نفسك. مش هقعد، دي آخر فرصة ليك يا حمدي، يا تاخديها وتصلحي واحدة واحدة اللي بينك وبين ولدي. يا كل واحد متعلق من عرقوبه. طب استنى بس يا حاج حمدي، استنى يا اخوي حاج حمدي، يا حاج استنى. الشاي ست الكل. تسلم يدك يا شربات. صحة وعافية. مالك عماله بتلف ورايا من الصبح زي النحله في البيت؟ في ايه؟ صباحنا وصباح المكله. كنتش عايزه فلوس ومكسوفه؟ لا عايزه اروح معاك البلد، اتوحشت بنتي قوي قوي. وعاد حيرتيني معاكي يا وليه. نروح الصعيد؟ تقولي قاعده اشوف ولدي في مصر. نيجي مصر تقولي اروح الصعيد اشوف بنتي؟ حيرتيني معاكي. بعدين يا حبيبتي ما اقدرش اسيب شاهد الوحدة هي واحمد. بعدين انا رايحه صدرت. قلتي صدرت اشوف بنتي وارجع. اوه عاد المراره الطافح ده، كان مكتوب عليا ان امشي وخيالي ورايا ولا ايه؟ ازيك يا خال؟ الف سلام عليك. الله يسلمك يا نور. تعبت نفسك وجيت ليه يا ولدي؟ ما كان كفايه امك كلام يا جدتي، انا عندي عز من خالي رشاد. امال امك فين يا نور؟ انا ها شبيك لبيك اختك وملك ايديك يا اخوي يا غالي. انت كنت فين يا زهر؟ كنت بجيب هديه لاخوي. هديه ليه؟ هو انت غريبه؟ اها وانا لي اغلى من اخوي عشان اجيب له هديه وانا جايه. خش يا هديه. ها اهلا وسهلا. اهلا يا بنتي، تعالي تعالي يا دناي. اهلا. ازاي كنت يا بنتي؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. ايه رايك في دي يا يما؟ حلوه. ازيك يا رشا؟ اها ما تبص على مرتك وتسلم عليها. في ايه يا رشا؟ ازيك يا بقول لك يا يما تعالي تعالي، الدنيا حر هنا، تعالى في الصحه في المستشفى. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي، انا معاك المستشفى ليه؟ تعالي. الحمد لله على السلامة. في حد في الدنيا يفسح حد في المستشفى؟ يعني كنت عايزة أقول لك إيه يا أمّا؟ كان لازم نسيبهم شوية يتكلموا مع بعضيهم، يمكن ربنا يهديهم. يا رب يا بنتي يا رب، هو في حد يكره؟ طب أقول لكم إيه؟ أنا رايحة عند حسنين. تيجي معايا يا نور؟ لا أنا أحضر مع خالي. طيب فوتكم بعافية. يعافيك يا بنتي. يلا سلام. مع السلامة يا بنتي. يا رب يا رب يهديهم ويرجعوا لبعضيهم.
ان شاء الله ان شاء الله. حتى لو أزار ما كانتش جات لي برضك انا كنت جايك لوحدي. سلامتك يا اخويا. الف سلامه. وانا اقدر اتاخر فيك الخير ردوها لك في الافراح. افراح؟ افراح ما بيجت عندك انت؟ مش انت اللي هتتجوز؟ ما انا كنت عاوزه تهمليني واقعد اتفرج على روحي. انا برضك اللي هملتك؟ مش انت اللي طلقتني؟ وانا انا طلقتك قدام الباب للطاق ومن عمايلك. عمايلي؟ وانا كنت عملت ايه يا رشاد؟ كمان مش عارف عملت ايه يا اخوي. مالك سلامتك؟ طب ارتاح ارتاح. خلاص بلاش نتكلم دلوقتي. لما تخرج بالسلامه يبقى لنا كلام تاني. لا مش هديله فلوس. جايز يكون محتاج الفلوس يا حاج. يا حاجه حسنين عنده حق. مش جاهز الفلوس اللي هيديها لصلاح دي يعمل بيها حاجه تضره ومش في مصلحته. وانت ايه اللي عرفك بتشمي على ظهر يدك؟ عاد جينا للمرار الطافح. في انشراح يا حبيبتي. ما ادالك يد بايد الخير ليه عايزه تقلبيها بيها غم؟ على قولك هنقلبها غم ليه؟ كفايه الغم اللي احنا عايشينه. الو ازيك يا وجدي؟ ازيك يا ولدي؟ وحشتني يا حبيبي. يا ولدي ده كان لسه على بالي دلوقت. الخميس الجاي ده. طب خد كلم امك. هات هات يا حسن. خد يا حاج كلم ولدك. الو ايوه يا وجدي ازيك يا حبيبي؟ هستناك. مع السلامه. لقول لي يا حسنين ايه موضوع يوم الخميس ده؟ جاي يوم الخميس وجايب عروسته في يده. والله بارك الف مبروك. وهنقول لاهل عروسته ايه؟ فين صلاح؟ هنقول سافر فجأة قبل ما يحددوا الميعاد. وكويس انهم حددوه مرة واحدة كده من غير ترتيب. لا حسيت مخه خلاص. اعذرني في اللي بقوله يا صلاح بس انت لازم تعرف الحقيقة. كده هتخلينا ننفذ اللي في دماغي. انا كنت رجل ورا ورجل قدام لكن دلوقتي خلاص. وايه اللي في دماغك يا صلاح؟ هتعرفي كل حاجه في وقتها. سلمها لله وبعد والله نصيب وبتقدر ربك مسير ويوسع وسامع بيقدر ولا حد عارف كيف يحسبها مطرح ما حد رسم دجلها ولا حد فينا دري بمكاسبها ولا بخسائرها وتفاصيلها سكة حياة وارة ماشيينها على شارة ماشيينها وجعنا أوضعنا لمالي رجعنا وماشيينها ماشيينها وجعنا أوضعنا لمالي رجعنا ماشيينها